4 سنين كاملين مقفولين كده مبرشمين، الست اللي معايا دي ما شافتش بناتها الاثنين. انا بقول كده وانا قلبي بيتعصر، لان انا عارفه يعني ايه بنتي تخرج من بيتي وهي عندها 10 سنين طفله، تبقى مدموزيل انسه كبيره عندها 14 سنه وانا ما تابعهاش في ال4 سنين دول، وما اعرفش شكلها اتغير ولا بقت عامله ازاي. ليله الوقفه عندها او قبل العيد بكام يوم اتحولت لكابوس في حياتها، بعد ما ابو البنات قال لها انا هاخد البنات اشتري لهم لبس العيد، ومن ساعتها لغايه دلوقتي عدى 4 سنين فص ملح وداب، وما قدرتش تشوف بناتها ولا حتى تسمع صوتهم. مدام سلفراز مصطفى، اهلا بيك يا سلفراز. انت مثلا عملتي في جوزك عامله منيله بنيله فهو بيردها لك؟ والله ابدا، يعني لو عامله ما كنتش هديله البنات ابسط حاجه، بالعكس ده احنا برغم الخلافات كان نفسي نخرج ناس محترمه عشان البنات ومصلحتهم، كنت بدهم له لما يعوزهم يشوفهم يعوزهم كده. بس فجأة انتوا اتطلقتوا؟ احنا يعني النهارده انا قلت انا مش ماليش دعوه باسباب الطلاق، بتحصل وكل البيوت بيحصل فيها مشاكل، والناس مين غلطان مش مين غلطان مش موضوعي. أيوة مش هنجرح في الاب، والله ما عايزين نجرح فيك يا عم، والله ما هنجرح. هي الست اتطلقت ومشيت او عملت خلع او ما اعرفش ايه، والبنات عاشوا معاكي فتره، فضلتي متطلقه وقت قد ايه؟ احنا كنا منفصلين يعني 2010 انفصلنا، بس الطلاق او الخلع ما عملته كان 2012. 2012 البنات فضلوا قاعدين معاكي فتره قد ايه؟ من 2012 لا، هو في فتره الخلافات اللي كانت جامده قوي 2012 ديت هو خدهم شهر 10، يعني ما لحقوش يقعدوا معاكي كتير. لا جه احكي لي بقى، قال لك ايه؟ قال لك هاخدهم. هو المفروض ان كان العيد الكبير داخل، فقال لي هيشتري لهم حاجات قبل العيد وكده، هدوم وكده، قلت ماشي ياخدهم. وديتهم له خدهم. جت 9 بالليل، كان احنا ساعتها في دراسه، المفروض يعني دراسه وكده ويعني شغالين يعني. اتصلت بيهم على الموبايل، ردوا عليا ساعتها قالوا لي احنا جايين يا ماما وكده اهوت. اتصلت بيهم تاني، لقيتهم 11 بالليل اتاخروا، اتصلت تاني مفيش حد بيرد. طبعا اتجننت يعني، في ايه جرى لهم ايه؟ ما بقتش عارفه اوصل لهم. نزلت انا كنت قاعده عند والدتي ساعتها، نزلت رحت شقتنا ما لقيتهمش، ما بقتش عارفه اوصل له خالص. رحتي عنده بيت ام واب ابوه وامه موجودين بعد كده بقى؟ يعني اليوميه ديت انا بقيت ادور عليه هو. انت رحتي البيت الشقه بتاعت الزوجيه؟ ما لقيتيهوش، ما عرفتش، ما روحش فيه؟ لا لا، رحتي له كذا يوم ورا بعض؟ ما فيش. طيب رحتي لاهله؟ اهله ما فيش، ما كانوش موجودين ساعتها. ماشي، بعد كده احنا بقالنا 4 سنين على هذا الوضع. المشكله ما انا رحت الاهل بعد كده، اللي بقى قرايبه وخالته كده اهو، بيقولوا لي ما حدش يعرف عنه حاجه. طيب خالته ممكن ما تعرفش عنه حاجه، انما طب مامته؟ رجعت تاني مامته بتنكر انها تعرف عنه حاجه. قالت انا ما اعرفش عنه حاجه. مامته لمده 4 سنين ما تعرفش عن ابنها حاجه؟ لا حضرتك، لما رفعت قضيه الحضانه دخلت تدخل، حاجه اسمها تدخل لصالح الجده، انها عايزه تاخد هي حضانه الاطفال وكده، عشان الخلافات اللي بيني وبينه وكده، عشان نفسيه البنات، فكانت عايزه تاخدهم. ماشي، بس طبعا القاضي رفض يعني التدخل بتاعها، وقال لا هي الام ما فيش مشكله فيها، فلصالح الام. وعملت رحت النيابه، نيابه الاسره قبل المحكمه بقى، ده حاجه بيديني قرار سريع بتسليم الصغير ان انا اخدهم، بس مش عارفه انفذ الاحكام دي. انا معايا احكام مش عارفه انفذها. ما انت مش عارفه تلاقيه تنفيذ الاحكام. بس الجده بس اللي يعني انا بخاطب الام، ما بخاطبش جده وما بخاطبش ام الزوج اللي في مشاكل بينه وبين مراته، انا بخاطب الام جواكي. يعني انت كنت هتستحملي ابنك ده يبعد عنك وهو صغير؟ البنات كان عندهم كام سنة؟ لما خدهم كان 7 سنين و10 سنين. مين 7 سنين؟ أسمائهم إيه؟ منى 7 ونيرة 10. منى كان عندها 7 سنين ونيرة عندها 10 سنين، دلوقتي نيرة عندها 14 سنة ومنى عندها 11 سنة. ممكن نشوف صورهم؟ إحنا الحقيقة قعدنا فترة مش عارفين يعني، بعملين نتكلم نقول إيه، ننزل صور البنات؟ لا ما ننزلش، إحنا مش حلقة هدفها التشهير، إنما إحنا عايزين نساعد، عايزين نساعد. انت عملتي اعلان في الجمهوريه انه كذا وكذا وكذا، وكانت نفسها ان الولاد يرجعوا، واضح يعني ان الاعلان ما جابش نتيجه. دي مين؟ دي نيره الكبيره. دي نيره كانت قبل طبعا ما تمشي بسنتين. ودي منى؟ دي منى الصغيره. دي صغيره ومعاها خالتها. ها في صور تانية؟ دي منى؟ اه حبيبه قلبي.